نعم فضيلة، هنالك ترحيب كبير لدى الشارع الإسرائيلي عموما بعملية السلام مع الإمارات وبهذا الإعلان وبهذه الرحلة التي ترمز إلى اتفاقية السلام بين البلدين. إذا أردنا تلخيص الرؤية الإسرائيلية لما جرى اليوم والاتفاق الذي سيتبعه، علينا أن ننظر إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قائد الطائرة الإسرائيلية التي هبطت اليوم في مطار أبو ظبي. نتنياهو هنأ قائد الطائرة وقال بأنه يشعر بالفخر وبأنه ربما يشعر بنوع من الاعتزاز بهذه الرحلة. قال بأن هذه الرحلة ستجلب الازدهار لإسرائيل، ستجلب السلام للمنطقة، سلام الند للند في هذه المنطقة، السلام الذي سيجلب الثمار الاقتصادية، السياحة، التطور لشعبي البلدين وللمنطقة كمجمل. ما يميز الرؤية الإسرائيلية لهذا السلام هو أنه سلام بين ندين متساويين على الأقل وفي أفضل الأحوال من الرؤية الإسرائيلية. هذا لن يكون سلاما باردا، وهو ليس سلام يصل إليه طرفين مضطرين للسلام مثلا كالسلام مع مصر في حينه. هذا سلام مع ند اقتصادي يفوق إسرائيل اقتصاديا، ند لا يقل عن إسرائيل تطورا تكنولوجيا وفي كل المجالات. إسرائيل تعول على هذا السلام في كل نعم النواحي. نعم هذا نضال السلام بالنسبة لإسرائيل سيجلب لها الرفاهية والربح الاقتصادي في كافة المجالات، وهذا يفسر نعم. التنوع في الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى أبو ظبي اليوم. ماذا عن الجانب الأمريكي أنس، والذي شكل أيضا جزءا من هذه الزيارة بالوفد رفيع المستوى الذي وصل أبو ظبي اليوم؟ بالفعل الأمريكيون ينظرون إلى ما حدث على أنه إنجاز تاريخي. البيت الأبيض حسابه على تويتر عدا تغريدة لمستشارة وابنة الرئيس دونالد ترامب إيفانكا ترامب، قالت بأن التاريخ قد صنع اليوم، ونقلت فيديو لجاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وهم في الطائرة التي نقلتهم من تل أبيب إلى أبو ظبي. هذا الموضوع يعرض في الولايات المتحدة أيضا في سياق آخر لدعم وتقوية قاعدة الرئيس دونالد ترامب الذي يقول إنه وعد وأوفى، وعد بأنه سيجد حلولا للأزمات في الشرق الأوسط، وهو قد كلف من هم على قدر هذه المسؤولية وفق ما تقول إدارة ترامب، سواء جاريد كوشنر أو حتى روبرت أوبراين ومن سبقهم في الإدارة، وكانوا قادرين على تحقيق اختراق بالتوصل إلى اتفاق السلام هذا. الولايات المتحدة وتحديدا إدارة دونالد ترامب ستحاول قدر الإمكان الاستفادة من هذا الاختراق وهذا الانتصار الذي حققته لصالح دونالد ترامب في الانتخابات، وهو الذي يعود اليوم وخلال الأيام المقبلة تنظيم المسيرات والحملات الانتخابية وربما حشد المزيد من الناخبين بناء على ما تحقق. شكرا أنس الصبار في واشنطن، ونضال كنعنة من القدس، شكرا لكما.